السلام عليكم شباب وحياكم الله. اليوم عندنا مرض السالمونيلا، وشون راح تعالجه؟ اللي هو التيفو اللي الكل يسميه. هذا المرض يصيب الطيور، ينهيهن يعني، يظل بالسرة واحد ورا الثاني يموت، يسوف وضرقه أخضر وما له خلق، معوش وينتقل للطيور بصورة سريعة. علاجه عندنا هذا الحب سالمونيلا التركي، هذا تنطيه حباية الصبح وحباية بالليل، وهذا نفس الشيء هم كبسول للسالمونيلا، هم حباية الصبح وحباية بالليل. وعندنا هذن الصينيات هم تنطيه كبسولة من هاي وكبسولة من هاي، الأبيض وأزرق، هاي تصير الكبسولة السماوية، وتنطيه انخافض حرارة بالماء، هاي النوعية، هاي الفيتنامي، هذا يسكن الألم عندهم ويحافظ عليهم حتى ما يحدث إصابات هواية وموت، وتحافظ عليهن البقية يعني ما يتأذن. والله يحفظكم إن شاء الله.